أهلا وسهلا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، متابعي مركز ابن النفيس. أجواء ماطرة الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله تكون أجواء خير وسعادة على الجميع، وتكون هذه الأمطار هي أمطار الخير بإذن الله. طبعا عنوان اللقاء، أنا حبيت أطلع لقاء مباشر ومفاجئ. زي ما أنتم شايفين أمطار، الدنيا سقعة، درجة الحرارة 11 تقريبا. خلينا نركز مع بعض، درجة الحرارة الآن يعني في السيارة 11، يعني في الجو الخارجي درجة الحرارة 11. طيب كتير بنسمع انه الشتاء فرصة ذهبية انه الانسان يضعف، انه يحرق الدهون. ايش الفكرة ومن وين، وهل هذا الكلام صحيح؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام حكيناه يمكن أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات، وكنا دائما نقول يا جماعة استغلوا فصل الشتاء بحرق الدهون. كثير الناس كانوا بيضحكوا علينا، بيقولوا كلام هذا مش صحيح، لأنه الإنسان بالصيف هو بيحرق دهون أكثر، في الصيف في عرق، في الشتاء في سقعة زي ما احنا شايفين طبعا، أو زي ما احنا شاعرين، في الشتاء في أكل كثير، في الشتاء بنحب الحلويات كثير. طب تعالوا نشوف باختصار ايش اللي بصير معانا في فصل الشتاء، ونشرح الموضوع ببساطة جدا. يعني الآن درجة الحرارة قديش؟ قلنا 11. الآن درجة الحرارة 11، طب درجة حرارة جسم الإنسان قديش؟ 37. يعني أنا درجة حرارة جسمي جوا 37. طب لو صار درجة حرارة جسمي 42، شو بصير فيه؟ طبعا كل عام وانتم بخير، الإنسان بموت، لأنه خلاص هو درجة حرارة 37. طب لو صار درجة حرارة عندي 35 أو 34، نفس الفكرة، راح الجسم يقف عن، والأعضاء الداخلية راح تقف عن العمل. إذن لازم الجسم عشان تصير عمليات الحرق بشكل صحيح، لازم نحافظ على درجة، أو لازم الجسم يحافظ على الدرجة في الداخل 37. الآن درجة الحرارة 11، تمام؟ طيب ودرجة حرارة جسمي 37، يعني قديش في فرق؟ تقريبا في عندنا 26 درجة هدول مفقدين. الجسم في عنده خيارين، يا إما هيتأقلم مع الجو الخارجي درجة حرارة 11، وحين طبعا مش هنصل درجة حرارة 11، طبعا هتكون الجسم خلاص فارق الحياة، أو هيضله يحافظ على درجة حرارة 37. طب عشان يحافظ على درجة حرارة 37، هيضطر إنه ياخذ من المخزون الداخلي ويبدأ في عملية الحرق، تمام؟ فالجسم هيكون في عنده خيارين. الخيار الأول هيقول لك روح كل حلويات وكل سكر، زي ما في ناس كتير الآن عاملين شعرية وبحطوا سكر وباكلوا حلويات بسكر كتير، فبيشعر انه هو اتدفى. وايش اللي صار لما انا اخذت السكر، حلويات فيها سكر، مباشرة ارتفع عندي الجلوكوز، دخل الجلوكوز في الدم، البنكرياس افرز الانسولين، فبيبدأ الجلوكوز يديني الطاقة. ولكن المشكلة وين؟ انه الجلوكوز ارتفع بسرعة، كمية الانسولين كتير، هضلني احتاج جلوكوز اكل، والانسولين بيشتغل وجزء كبير منه راح يتحول لدهون، وبهيك بيزيد وزني في فصل الشتاء. يعني الخيار الاول انه انا استسلم للاكل ويزيد وزني، والخيار الثاني انه انا اعمل نظام غذائي صحي واساعد نفسي في انقاص الوزن من خلال تناول مأكولات تحتوي على سعرات حرارية قليلة، تحتوي على كربوهيدرات معقدة بطيئة الامتصاص في الجسم، وتديني شعور بالشبع، وانه انا امشي على النظام تبعي من خلال تناول الشوربات الدافئة. في جميع الاحوال هتديني برضو شعور بالدفء. اذا عشان تصير عمليات الايض داخل جسم الانسان لازم تصير 37. فالان لما انا في السقعة، طبعا هنا في ملاحظة مهمة جدا. الآن لو أنا روحت لبست ودفيت ودفيت حالي على الآخر، برضو راح يقل عندي عملية الحرق. ليش؟ لأنه الجسم أخذ دفى. أنا مش بقول إنه إحنا نمشي بالشارع بنص كم، ولكن الدراسات بتقول إنه الإنسان لما بيشعر بالبرودة بيزيد عنده عمليات الحرق، لأنه بصير الجسم ياخذ من الدهون المخزنه في الجسم، وبتزيد عنده الدهون البنيه. الدهون البنيه هي الدهون الصحيه اللي بتساعد في عمليه الحرق. وحتى الناس اللي ما في عندهم تكون الدهون البنيه بشكل كبير، برضه الدهون البيضاء بتزيد في عمليه الحرق. يعني في جميع الاحوال في الشتاء عمليه الحرق بتزيد عندي.
ليش؟ عشان الجسم يرتفع درجة حرارته، يحافظ على درجة حرارة 37. طيب هنيجي لشيء مهم جدا، كيف بدنا نسيطر على حالنا في فصل الشتاء؟ الشتاء والصيف قلنا فصل الشتاء درجة حرارة قليلة، فصل الشتاء قليلة درجة حرارة 11-10، فالجسم بده طاقة فبيحرق أكثر، بينما في الصيف بتكون درجة حرارة 30، فالسبع درجات هدول ممكن نعوضهم بشرب المية أو أشرب مية فيكون الحرق عندي بطيء. كمان عندنا فواكه الشتاء بتساعد أكثر في حرق الدهون لأنه كلها حمضيات فيها مية، بينما فواكه الصيف العنب والموز والمانجا وهي تحتوي على سعرات حرارية عالية. أكل الشتاء زي الحمصيص والخبيزة والأكلات هاي سبحان الله يعني أكلات صحية وبتحتوي على سعرات أقل، بينما أكل الصيف طشات ومشاوي ومكسرات ومش عارف إيش إلى آخره. في فصل الصيف إحنا حتى في الصيف ما بنمشيش كتير لأن الدنيا بتكون شوب وشمس وإلى آخره، بينما فصل الشتاء ممكن يكون لو ما يكون في مطر ممكن نطلع ونتحرك بشكل أكثر. إذن فصل الشتاء في جميع الأحوال فرصة ذهبية لإنقاص الوزن، ولكن نستثمر بتناول أكلات دافئة سعرات حرارية أقل تحتوي على كمية قليلة من الدهون. وهذا يعني من ناحية نظرية كلام كتير حلو، طب شو في بدائل؟ ما هو احنا ما بدنا نضلنا نحكي وفي الاخر ما يكون في عنا بديل. البديل سهل جدا بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني احنا على مدار سنوات يعني اللي كان زمان بيجي بيتابع عنا في مركز ابن النفيس ما كان في عنا بديل، كنا نقول له اعمل وسوي روح مش كتير، ولحتى الآن كثير من المراكز تتبع النظام الإنشائي. اليوم الإنسان اللي عنده سمنة أو مريض السكر بحاجة إلى حلول عملية وليس إلى كلام نظري، لأنه الكلام كتير وكلنا بنقدر نحكي، لذلك احنا شغلنا من ناحية عملية. اليوم الشخص اللي بعاني من السمنة كيف أنا بدي أقدم له مش بس خدمة كلامية، كيف بدي أقدم له خدمة مادية، يعني شيء أنه يأكله، شيء أنه هو بالفعل يبدأ يشعر بالشبع، تمام، بجانب الخضار والفواكه اللي احنا بنصفيها. طبعا بدينا بموضوع اللي هو خبز الصاج القمح، وقلنا انه الخبز القمح الكامل هو افضل انواع البقوليات او الحبوب في استخدامه كخبز في الياف، حتى افضل من خبز الشعير، وحكينا في هذا الموضوع كتير لانه الشعير يحتوي على سعرات اعلى. الشيء الثاني موضوع السكر، طبعا ضل موضوع السكر محيرنا، شو اسهل اشي اقول ما تاكل سكر؟ طب انا حتى اللي مقطعين السكر الان بدهم سكر، بقول لك يا عمي انا كل الناس اكل حلويات وانا اطلع فيهم، فهنا بيحدث حالة الانهيار. عشان احنا ما يصير عندنا حالة انهيار ونثبته على الموضوع، يعني اشتغلنا كتير على هذا الموضوع لعند ما وصلنا لموضوع ستيفيا، محلل ستيفيا. طبعا شوف ركزوا في الموضوع هاي، انت هيك راح تجيب بدك بديل عن السكر، لكن اليوم لما يكون بديل السكر بديل طبيعي وبديل آمن، تمام، زي مثلا محلل ستيفيا. يعني انا من الان مثلا بامكاني اشرب كاسه شاي بمحلل ستيفيا فيها واحدة ستيفيا، انا باشرب، وركزوا معي شويه هنا، انا اخذت كاسه شاي طعمها حلو لكن ما فيها سعرات، فالجسم هيجي يديله شعور داخلي انه انا اخذت اشي حلو. طب بيجي بيدور يا عمي وين الحلو اللي دخل الجسم، طب وين الجلوكوز، وين ما بيلاقي، فهيضطر ايش يعمل، هيضطر ياخد من الدهون، هيضطر ياخد من المخزون تبع الدهون. لكن لو انا شربت كاسة شاي وفيها سكر طبعا خلاص، ما هو السكر يتحول لجلوكوز وممكن احتاج سكر بزيادة، لكن في هذا المحل اللي هو اصلا ما في سعرات والستيفيا اصلا ما بتدخل الخلايا اصلا، هي عبارة عن طعم حلو فقط واحلى من السكر ب 300 مرة، فانا اخذت اشي حلو واديت جسمي شعور بانه هو مش محتاج اشي حلو، وبهيك بخلي الجسم اقول له تفضل يا باشا روح اشتغل على الدهون، ومش هيقدر يقول لك انا بدي كمان حلو لانه انا اديته كفايته من محلل ستيفيا. طب لو انا بدي اعمل حلويات، وين المشكلة؟ بعمل حلويات كمان في عندنا قطر من الستيفيا، وين المشكلة يعني؟ ليش انه انا احرم حالي؟ طالما انه انا في عندي بدائل وهاي البدائل فيها سعرات اقل، وهاي البدائل راح تساعدني في انقاص الوزن، وهاي البدائل راح تساعدني كمريض سكر انه انا اعيش حياة طبيعية زي الانسان العادي، بحط من قطر الستيفيا على الحلويات، على اي حلويات انا بدي اعملها بالبيت بحط قطر وانا باكل وانا مرتاح، سواء انسان عنده سكر، سواء انسان بيعاني من السمنة، سواء انسان بده يحافظ على صحته. اليوم احنا الهدف تبعنا اللي هو ان نوفر
اغذيه او بدائل صحيه لمريض السكر والانسان اللي عنده سمنه وكمان الانسان اللي بده يحافظ على وزنه. حتى بعض المنتجات زي الشوكولاته والحلاوه والى اخره والبسكوت اللي احنا بنحاول نصنعه هو انه انا كيف اوجد بديل طبيعي من مكونات طبيعيه واقول للانسان تفضل خدها سواء مريض سكر سواء اللي بيعاني من السمنه الى اخره. طبعا بيجي بعض الناس بقول لك بكون متشدد، لا انا ما بديش، لا بدي ستيفيا ولا بدي اخذ اي شيء انا اوكي. طب الى متى؟ هنا السؤال، انا هضلني امتنع عن الحلو الى متى؟ تمام، لا، اذا القضيه طالما انا في عندي بدائل طبيعيه وامنه ومرخصة من الجهات المختصة وأرخص، إحنا الحمد لله رب العالمين نتميز بثلاث حاجات، نتميز بالجودة ونتميز بمنتج وطني جودته عالية وبديل يعني أفضل من المنتجات المستوردة، وهذا بشهادة وزارة الاقتصاد. الشيء الثالث إنه هو في متناول الجميع أو بمعنى آخر هو أرخص من المنتج المستورد، وإن شاء الله بكون أرخص وأرخص، وإحنا ان تكون منتجنا في متناول الجميع لانه احنا معنيين نعزز الثقافه للكل مش لشخص معين او لشخص بده يضعف او الى اخره. طبعا هي المواد الخام غاليه لكن ان شاء الله بنحاول انه احنا نقدم الافضل. لذلك فكره الشتاء، لا النظام الغذائي في الشتاء افضل، نضعف في الشتاء افضل، لذلك اغتنموا فرصه الشتاء باتباع النظام الغذائي المتوازن، الاكثار من الشربات الدافئه، الابتعاد عن الحلويات قدر الامكان، والاستغناء عن السكر قدر الامكان، لانه زي ما قلنا السكر الابيض بيرفع الجلوكوز بزيد الانسولين بتخزن دهون. اليوم في عندنا بدائل طبيعيه ان شاء الله بنقدر نتناولها. طيب في سؤال هنا شفته، خلينا بس نبدا الاسئله من الاول. أم أحمد مساء الخير، جمعة مباركة، الله يقوينا، موفق دكتورنا، بنحرق بنحس فيه، أسيل موفقين، الجلوكوز دهورنا. لا هو يعني عم رمزي، الموضوع هو الجلوكوز أساسي في الجسم، لكن من وين أنا أحصل عليه؟ لأنه كل الأكل راح يتحول في الآخر جلوكوز، تمام؟ يعني حتى مشكلتنا مع السكر، لأنه بعض الناس بيفكروا إنه إحنا مشكلتنا مع السكر مشكلة طار. لا يا عم، ما هو السكر اصلا جاي من قصب السكر وجاي من البنجر، ولكن انه السكر بناخده هو جلوكوز وفركتوز، بتاخده على السريع بيرتفع الجلوكوز، لا، لك لما انا بدي احصل على الجلوكوز من المصادر الطبيعيه التي يحدث لها امتصاص بشكل انسيابي في الجسم فيش عنده مشكله فيه. الخبز، حتى الخبز القامح هو في الاخر سكر، هيتحول لسكر. معظم اكلنا لازم يتحول لجلوكوز وفركتوز والسكريات الاحاديه، ولكن هي القضيه في ايش؟ في كيفية تناول هذا الشيء. ودائما نتذكر من يتحكم في طعامه يتحكم في التخطيط لحياته. ليش؟ لأنه أضعف شهوة عند الإنسان شهوة الأكل، والله سبحانه وتعالى بيقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الأكل نعمة يا جماعة، والله المفتول زاك هلقى، وين المشكلة ناكل مفتول؟ أنا مش عارف يعني، نعمله بقمح، وبدل ما ناخذ يعني صينية كبيرة ممكن ناخذ صحن صغير مع صحن يخنية كبير مع صدر دجاج، وين الحمد لله أكلنا وانبسطنا. طيب يسعد مساك سماح. طيب الفواكه منيحة؟ منيحة الفواكه، منيحة طبعا، وبعدين الفواكه شتها كلها بتضاعف، ايش كلامنتينا برتقان والى اخره، دبكناها مفتول يا دكتور، والله جاوب بده مفتول بس برضه يعني. عمرو قاسم دكتور سيبك من الرجيم، سيارتك للبيع، مرحبا بك يا باشا. هي للبيع، اذا بدك تشتري جاهزين ان شاء الله. ام حميد وبارك الله فيك، رائع. طيب كذب احمد منصور، كذب، هذا ملتيتول مش ستيفيا. شوف يا عم احمد، صلى على حبيبك الرسول. اول اشي، اي محل في الدنيا لا يمكن استخدامه لحاله. ليش؟ ركز معي. هل جيت لو اخذنا السكرين مثلا او الاسبرتام، احلى من او السكرالوز زي ما بدك يعني، اي محلي احلى من السكر ب 300 من 300 ل 500 مره، تمام؟ طيب هل جيت لو انا جبت لك سكرين مثلا الجرام منه، الجرام منه احلى من السكر بقديش؟ ب 500 مره. يعني كل جرام من السكر هيحلي لك 500 جرام سكر، يعني هيديك حالات 500 جرام سكر، وهذا غير منطقي. بمعنى بيع انك انت تستخدم المحلي لحاله هذا مستحيل، تمام؟ لذلك اجت الشركات والمصانع قالت طب ايش بدنا نعمل؟
قالوا بسيطة، لازم تحط المحلي في مادة حاملة اللي احنا بنسميها المادة المالئة. بمعنى يا أستاذ أحمد، هل جيت أنت لما تروح تشتري حبة الدواء، حبة الدواء هذه الكبيرة هذه مش مادة فعالة. يعني أنا أديك مثال مثلا، ركز معي عشان أنت سؤالك حلو نستفيد برضو. يعني مثلا هذا عندنا الباراسيتامول، أعتقد هذا الباراسيتامول، هاي حبته شايف، هذه الحبة قديش؟ أنا أقرأ لك أكيد مكتوب المادة الفعالة، لا قديش يعني كميتها، يعني 500 ميلي جرام. تخيل كل حبة فيها 500 ميلي جرام، طب هذا كم جرام؟ بمعنى والباقي إيش؟ الباقي إحنا بنقول عنها هي المواد إما اللاصقة أو المواد المالئة، تمام؟ أو يعني الإكسيبان لغة الصيدلة يعني. لذلك المادة الفعالة هين لا ترى، إشي بسيط جدا، كذلك المحلي. طيب أجت الشركات قالت طيب إحنا مريض السكر، يعني لما بدي ياخد مثلا كيس سكرين أو أي منتج، يعني هياخد كيسين في اليوم، يعني 2 جرام 3 جرام 3 كياس في اليوم ما في مشكلة. فقالوا طب إحنا بدنا نحط الحامل للمحلي، بدنا نحط جلوكوز. هل جيت تقول لي طيب الجلوكوز برفع السكر؟ هقول لك طب ماشي، لأن أنا أحكي لك أنا بحكي علم الآن. فأجت الشركات قالت لما أنا أحط لك 1 جرام جلوكوز اللي جواه اللي هو إيه؟ يعني بالملي جرام من السكرين أو أي مادة أي محلي أي محلي تاني. فقال لك مريض السكر أو الإنسان العادي بدي أخذ جرام، لأنه هذا الباكيت مش جرام جلوكوز مثلا، هذا جرام فيه مادة فعالة، فهيدوب طعم الشاي حلو، وبنفس الوقت الجرام جلوكوز وين بدروح في جسمه أصلا؟ هو بيشربه مش هيرفع السكر، تمام؟ لأنه الاف دي بيقول. وليش طيب هتيجي تقول لي طب لما أروح نشتري سكرين ليش بيكتبوا عليه خالي من السعرات ومضاف عليه جلوكوز؟ شوف يا سيدي، الآن الاف دي بيقول لك إذا كانت العبوة اللي هي هذه اللي احنا بنسميها سيرفينج الوجبة، إذا كانت أقل في سعراتها من 4 كيلو كالوري، يعني لو هذه مثلا أدتني 3.999 كيلو كالوري، في العلم تعتبر زيرو، تمام؟ وعشان هيك المصانع شاطرين بيشتغلوا شغل تجاري. قال لك أنا، وهذا أنا قعدت مع أكبر مصانع في الوطن العربي في هذا الموضوع وناقشتهم علميا في هذا الموضوع، وراح أحكي لك إيش قال لي أكبر مصنع لتصنيع الأدوية وتصنيع اللي هو المحليات في الوطن العربي. فهو قال لك أنا ليش أروح أجيب ملتي تول كيلو الدكستروز اللي هو الجلوكوز الموجود على أي محلي؟ الكيلو قديش حقه؟ كيلو حقه لا يتجاوز 2 شيكل أو شيكل ونص. قال لك أنا أروح أجيب مادة حاملة زي الملتي تول ولا الإريثريتول ولا اللي بتحكوا عنه كمادة حاملة ب 30 شيكل الكيلو، طب أنا عندي شيكل وأنا مسموح ومرخص من الـ FDA. فلذلك أنا رفضت الموضوع هذا، رحت على أكبر مصنع عشان إنه أنا أعبي برا، أعبي الستيفيا برا. أول إشي موضوع الستيفيا كانوا بقول لك الستيفيا غالية، طب ما تعبي سكرين ما تعبي سكرالوز ما كله نفس الإشي، رفضت. قلت له لا أنا بدي ستيفيا، أنا أؤمن بالستيفيا كنبات طبيعي. قال لي بس أنا لا ملتيتول ولا إريثريتول أنا بعبي لك. ليش؟ قال لي بتوفيش معي. يا عمي ليش بتوفيش معي؟ قال أنت، وهذا حرفيا يا عم أحمد عشان تعرف الموضوع، قال لي أنت علميا، ودكتور كبير على فكرة، قال لي أنت علميا بتحكي صح ولكن تجاريا أنت فاشل. حكى لي هيك زلمة كبير يعني يمكن عمره 70 سنة. فقال لي علم على عيني وراسي، بس أنا تجاريا ما بقدر أتعامل معك. وطلعت من المصنع بكل أدب واحترام وصحبت حالي، وأصريت أنه أنا أعبي الستيفيا بالحامل تبعها، سواء إحنا عندنا الملتيتول وعندنا الإريثريتول على فكرة، يعني التنين نشتغل في التنين، والتنين تخيل عاد معي إذا كان اللي هما بضيفوا جلوكوز اللي هو مكتوب على الدكستروز ومصرح فيه عالميا ومسموح لمريض السكر، تخيل ليش؟ انه هو بقول لك انا بديك جرام والجرام ما في مشكله، هيديك 4 سعر حراري ولا شيء، وانت اصلا او انت بتشرب الشاي 4 سعر حراري راح يطيروا، لانه جسم الانسان يحتاج قديش؟ قلنا بده مثلا بده 2000 سعر حراري. طب 4 سعر حراري لل 2000 قديش بيطلعوا؟ 0.00، يعني في الاخر صفر، تمام؟ وحتى قال لك لو اخذ 2 او 3، بينما احنا قلنا لهم لا. وهذا ما ميزنا عن بقيه المصانع، مش بس على مستوى الوطن العربي، أكبر مصانع في العالم. ما تستهونوش في غزة يا جماعة، بفضل الله سبحانه وتعالى إحنا عنا إمكانيات في غزة وعنا عقول. أنا بحكيش عن حالي،
لكن في غير كتير عندهم عقول، أهم شيء تؤمن بالفكرة. أي حد عنده اعتذار، عنده اعتراض على الملتي تول، هو أصلا معظمهم مش فاهمين شو يعني ملتي تول أصلا يعني، أو الإريثريتول، يجي يتناقش معي علميا بس يجيب معك كل المنتجات. ليش؟ لأنه هيك هيك يا أستاذ أحمد، أنت منتجات موجودة عندك، أنت روح على المول هتلاقي في سيفيا إسرائيلية وأسبانية وهندية، وبديش أقول لك 99% من الستيفيا لو جيت زرتنا على المركز الحوريكية كلهم جايبهم، وكلهم عملت عليهم دراسات من 2011 وأنا بعمل دراسات على الستيفيا، وسافرت على ماليزيا وعلى المغرب وعلى معظم دول العالم عشان أبحث عن نبات الستيفيا، وقرأت عشرات الدراسات. وقلنا لا احنا اوكي، المادة الحاملة اغلب ممكن تصل ل 200 ضعف، شو 200، مئات الاضعاف. وبالرغم من ذلك قلت لا، بدنا نعبي الصح، لانه انا اؤمن بالصح، لانه هذا انا بشربه. بما انه انا هشربه مش هغش حالي، بما انه انا بشربه انا يعني مش مصنعه للناس، انا مصنعه الي لانه انا اؤمن بهذه الفكرة، تمام. وبناء على ذلك جبنا الملتيتور والإثريتور وشغالين فيه. يجيب لي مصنع في العالم، في العالم، ولو انت رجعت اذا انت متابع عنا ارجع للفيديوهات السابقة لما كنت في مصر، كنا في مؤتمر على الستيفيا وجن جنونهم لما شافوا الستيفيا تبعتنا وداقوا الطعم، لانه احنا بنجيب الستيفيول جلايكوسايد من المصدر الاصلي في العالم، وبيطلع علينا الكيلو بديش اقول لك رقم خيالي، وبالرغم من ذلك بجيبه أنا في قمة الانبساط. كتير نصحوني من أهل الاختصاص، يا محمود دشك من هالقصة، الكيلو لو أنت بدك تجيب 100 كيلو هيطلع عليك بعشرات آلاف الدولارات، وبالرغم من ذلك جبت، ما خفتش. ليش؟ لأنه هاي الفكرة يجب أن تنتشر في المجتمع وأن نساهم في انتشارها. فالفكرة يا أستاذ أحمد وين؟ الموضوع مش مقال أنا قريته ولا واحد حكالي، لا تفضل أنا موجود، تفضل تعال تناقش معي علميا وبوريك، وممكن أنا أخذك على المعمل على المصنع ما في مشكلة، وتشوف كل شيء بعينك. ما يميزنا بفضل الله سبحانه وتعالى الجودة والدقة والإتقان في العمل، وبنخسر كتير لعلمك من أجل أنه إحنا نوصل المنتج للناس بالشكل الصحيح، بالشكل الصحيح. لأنه مريض السكر هذا أخوي وأخوك، والإنسان اللي بده يعاني، اللي بيعاني من السمنة، اللي بده يضعف، أنا مهتم فيه. عشان هيك دائما بقول للناس اللي هم يضعفوا، بقول لهم أنا دائما مهتم فيكم لأنه نجاحكم من نجاحي. أنتوا لما تضعفوا أنا هنشهر، بس إذا أنتوا ما ضعفتوا وش هستفيد؟ الناس هتبطل تيجي. لذلك أنا معني أنه نقدم لك المنتج اللي يساعدك في إنقاص الوزن، سواء على مستوى أعشاب، على مستوى خلي إلى آخره. وبفضل الله سبحانه وتعالى منتجاتنا بلا منافس هي مرخصة من أعلى الجهات في الدولة، تمام. والآن وأنا بحكي معك، قبل شوية كنت بالمركز بشتغل، هم في مصر بفكروا أنه إحنا نقدر نورد مصر، يعني طلبية من محلل ستيفيا. أنا بقول لك لو المعبر فاتح يمكن بدي مصنع جن نصدر ستيفيا لمصر. لذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام للأخ أحمد وللجميع، ليس كل ما يقال يصدق. وهذا نصيحة جماعة، اليوم إحنا يعني مش إنه أنت موجود في غزة وأنا موجود في أمريكا، لا أنا موجود، أنت عندك أي سؤال أي اعتراض تفضل عادي، نتناقش علميا ونبحر في العلم، تمام، ونحاول دائما التصحيح والتصليح. لكن كلمة من هين كلمة من هين، هذا الكلام أنا كتير بسمع إشاعات وبسمع دعايات وبحكوا وبقولوا، والمركب تسير، لأنه لو كل واحد مثلا بده يجي بنا ورد عليه مش منطق. لذلك الحمد لله رب العالمين، محلي السيفيا تبعنا محلي آمن 100%. مريض السكر، الإنسان العادي، من يبحث عن صحته، وبعدين خد بالك انت روح على المول أو على السوبر ماركت وروح اشتري أي منتج، بسكوت، شوكولاتة للدايت، اقرأ عليها وقارن بين سعرها وسعر المنتج عندنا وشوف ودوق وبعدين قرر. فأتمنى تكون الرسالة وصلت يا أستاذ أحمد، والأمور كانت واضحة. رنا طبعا الستيفيا موجودة في كل الصيدليات والمولات، طبعا الستيفيا نفيس كالوري إن شاء الله، وهتكون في مفاجأة قريبا قريبا إن شاء الله راح نعلن عنها قريبا للناس اللي بيشربوا محل ستيفيا، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى في يعني بالرغم انه احنا جديد نزلناها على السوق، لكن هناك اقبال كبير جدا على محلل ستيفيا، وبناء على ذلك احنا راح نكافئ الناس التي
تتناول محلل الستيفيا بديل عن المحليات الصناعية بشيء جميل جدا، بس خليه في معاد إن شاء الله. فاطمة شو رأيك بالصيام المتقطع دكتور؟ الكل بنصح فاطمة. احنا اعتقد حكينا عن موضوع الصيام المتقطع، ممكن ترجع لحلقة في فضائية القدس اليوم. شو رأيك في تحدي السكر؟ احنا الحمد لله سميحة متحدين السكر من 2011، يعني مش جديد، يعني بالعكس، يعني اي شخص يدعم في تحدي السكر والابتعاد عن السكر احنا معاه، ولكن لازم نفهم انه شو يعني تحدي السكر. مش تحدي السكر نسيب السكر الابيض، طبعا لو اكلت خبز ابيض ما هو نفس الفكره، لو اكثرت من تناول خبز القمح ما انا صرت باكل سكر، لانه كل شيء راح يتحول سكر، الرغيف فيه تقريبا 12 15 معلقه سكر. لذلك لازم نفهم المفهوم الحقيقي لموضوع تحدي السكر. تمام، ناكل جميع الفواكه صحتين وعافيه. كل شيء من يا جماعه حطوا قاعده، كل شيء من صنع الله، كل شيء من صنع الله فهو جميل ورائع، وكل شيء تدخل فيه البشر بدنا شوية نحط علامة استفهام. أنا عملت مفتول، أضل في مفتول المفتول بالبغل الرائع. يسعد مساك دكتور، إيش رأيك بتناول الجلوكوفاج؟ الجلوكوفاج يعني دواء كويس، طالما هو علاج هو بحاجة إلى وصف الطبيب، خلصنا. إذا الطبيب كتب لك إياه لا بأس إن شاء الله. باباي شكرا يا جماعة. باباي هو في باباي؟ طيب خلينا احنا مفتول بالبرغل الى اخره. احمد هيو جاوبك الجواب الشافي، والله جاهزين يا جماعه صدقوني وبصدق، يعني الناس اللي بيعرفونا عن قرب عايشوا الامور هاي. هذا القطر اللي انتم شايفينه، هذا القطر، هذا تجارب سنين، مش سنين، من 2014. هذا القطر عشان يطلع بالطريقه هاي بديش اقول لكم يعني قديش خسرنا فلوس عشان تجارب، مئات التجارب، عبان ما طلع القطر بفضل الله سبحانه وتعالى ونتحدى فيه العالم كله يتفضل يجي، والحمد لله. وأنا بقول لكم لو إحنا في عنا تصدير في غزة منتجاتنا هذه بتصل أوروبا، وهذا بفضل العقل الفلسطيني. هرجع تاني أقول غزة هي منبع للمفكرين والعباقرة، أتمنى أنه يتم استثمارهم بشكل جيد. طيب تمام من العبد، بارك الله فيك. طيب قديش نسبة السيفيا في الوجبة الواحدة، نسبة وتناسب؟ شوف يا أستاذ أحمد ركز معي الآن، كل المحليات تبدأ من 1 إلى 4%. تمام، ليش؟ لأنه إذا زاد عن هيك بصير مر، تمام، وبصير مكلف، اول شيء بخرب الطعم. لذلك هنا بدها تجارب، عاد تبدا تعمل نسبه وتناسب. الان لما انت تستخدم الملتيتول مش زي تستخدم الدكستروز، لما تستخدم الإريثريتول طبعا هي بدها تجارب، تمام، لكن في المحصله الرينج من 1 الحد الادنى، خلينا نقول الحد الادنى، ل4. هذا انا كل ما قراته في الكتب، يعني ممكن يكون اكثر من هيك، لكن هذه حسب نوع المحلي ودرجه حلاوته بالسكر. يعني الموضوع سهل، يعني انا اقول لك تيجي تشوف مثلا قديش واحنا من السكر، هذه لها معادلات رياضيه بسيطه جدا. الان لو انا بدي اقارن بين الجلوكوز انت عارف هو اعلى، اللي هو الجلايسيميك اندكس او مؤشر الجلايسيمي له عالي جدا، الملتيتول قليل. إذا كان الجلوكوز مسموح حسب الـ FDA، لو أنت أخذته وحطيته في المحلي، فأي طبعا محلي مسموح، فبالك الملتيتول أصلا هو بطيء الامتصاص. طب أنت عارف أنه هذا واحد، طبعا فبالك الإريثريتول اللي إحنا برضو بنستخدمه في بعض المنتجات، اللي جلايسيميك إندكس 7 0، الإريثريتول 0، لكن إحنا وقتيش بنستخدم ملتيتول وقتيش بنستخدم إريثريتول، هذا طبعا حسب المنتج وحسب العوامل الفيزيائية لكل منتج. الموضوع مش سهل، يعني انت الباكو هذا اللي شفته، اللي انت بتشوفه هذا يعني شغل سنوات، تمام، عشان في الاخر يجينا يحكي كلام في بعض الاحيان ليس له اصول في العلم، وعشان تحريض مع العلم اديكو شيء. المنتجات اللي احنا بنصنعها هي موجودة من 100 سنة في غزة في المولات، ليش ما كانش حد بيحكي عنها؟ ليش لما هذا الشيء بيكون تابع لابن النفيس انا بكون مبسوط على فكره؟ لانه هي سنه الحياه هيك يعني، طب ليش ما تحكوش عن المنتج الاسرائيلي اللي اصلا احنا مش عارفين شو جواته؟ ما حدش عارف شو جواته. لكن احنا بفضل الله من الالف الى الياء
كله في غزة، في مصانع كبرى في غزة بفضل الله، ونقوم بتشغيل موظفين في المصانع. يا أخي ادعموا، ادعم هذا المنتج بدل ما تحاربه. يعني أنت بتحاربه هو لنفسه، أنا يعني على الفاضي مش هتقدروا يعني بصراحة. يعني ليش؟ أنه بفضل الله نحن في ابن النفيس شجرة جذورها في الأرض، صعب بفضل الله من وين أجا بيجي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الحمد لله رب العالمين، نشتغل عمية بيضة يعني. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، للجميع. وبعدين دائما أدعو أن صح لأي أخ تعلمتها زمان وبحاول أطبقها، لا تهاجم الناجح، اوعى تهاجمه. دائما جيب شيء جديد، يعني ابتكر شيء جديد. ما إلك الناس شو بتعمل، انت شو في عندك، ما تيجي تهاجم. وهذه نصيحة دائما لما تروح على أي دكتور ويبدأ بهجوم شخص آخر من نفس تخصصي بروح، هذا مش تمام. ليش؟ لأنه الإنسان الناجح هو بقول لك أنا شو بعمل، ما إلك في الآخرين شو بعملوا. يعني على العموم أنا أستاذ أحمد منصور، أنا بأشكرك حقيقة، يعني أنا بأشكرك يعني من كل قلبي أنه أنت يعني أتحت الفرصة للحديث في هذا الموضوع. وأتمنى أن تكون الأمور يعني واضحة، وإذا مش واضحة برضو أنا جاهز أنه أنت تزورنا ونتشرف بك حقيقة. يعني تابعت عندكم مركز 6 شهور نزل وزني، والآن عندي ارتجاع مريئي من شهر 2 بعاني منه. الارتجاع المريئي هو من وين بيجي؟ ممكن يجي من وهذه كتير، وهذا حكيت عنه في فيديو يا جماعة في اليوتيوب عن الارتجاع المريئي وعن القيء العمد، اللي كتير من الناس اللي بيعملوا جيم بتقيوا عمدا وبصير عندهم مشاكل صحية. لكن من المشروبات اللي ممكن تفيدك طبعا اللي هو النعنع والشومر، ولكن لازم أخذ بالي انه انا لما دائما لازم اكون يعني ما بينفع اكل وانام، يعني في لها حركات معينه. وان شاء الله يعني ممكن لو بعت على الخاص هيك نبعث لك وصفات منيحه. طيب خلاص نكتفي بهذا الموضوع يا جماعه. لا ما بيرفع في هنا الانسولين ما بيرفع. وبعدين شوفوا خذوا بالكم، مريض السكر مش غبي. واليوم احنا الحمد لله مش هبل زي زمان، يعني من زمان كنا هبل، يعني كنا نصدق اي شيء. اليوم مريض السكر مع جهازه في جيبته بياخذ الشيء وبفحص سكره بعد نص ساعه وساعه، فهو اللي بقرر، لانه هو اللي بقرر. وكثير انا يعني بكون عندي هنا بعض الناس بيجوا بيشتروا منتجات وبقول لك انا باخذ بعدين بفحص السكر بعدين برجع. وهذا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذه الثقه اللي احنا الثقة دائما تأتي من التجربة. طيب سماح اسماعيل، حليب كامل الدسم ولا منزوع الدسم؟ شو رأيك بالمقولة انه الحليب منزوع الدسم يضاف إليه نشويات؟ هو مش يضاف إليه نشويات، هو الحليب عبارة عن ايش؟ هو عبارة عن دهون وسكريات نشويات اللي هو اللاكتوز والى اخره. انا في عملية نزع الحليب شو بعمل؟ جماعة برضو ركزوا معي كويس. بتعرفوا زمان لما كانوا بخضوا الحليب مش بتطلع الزبدة فوق؟ بس هاي الفكرة انه انا باكشط. طبعا في عندنا شيء اسمه الفرازة، يعني تطور، يعني الفرازة انه انا عن طريق الطرد المركزي بشيل الدسم فوق وخلاص، وبعد هيك باخد الحليب السائل. زي ما بتجفف الحليب السائل الكامل الدسم بتم تجفيف الحليب السائل منزوع الدسم، خلاص هي الفكرة انه شيل الدسم. انا ما بدي دهون، خلصنا. بيجي يقول لك بضيف نشويات، من وين يا عم بضيفوا نشويات؟ من وين العلم هذا؟ هو المنزوع الدسم، شلت الدسم منه وجففته كامل الدسم زي ما هو جففته خلاص. يعني صح انا شلت الدهون، ضل النشويات تبعته. يعني قبل ما ادخل على اللايف على فكره، لو احنا دائما بنعمل تحاليل للمواد الخام تبعتنا، فكنا عاملين تحليل لحليب منزوع الدسم. طبعا الفات زيرو، وفي بروتين، وفي بضل عندك البروتين والنشويات، وده شيء طبيعي. يعني هو الحليب ايش هو يعني، انما لا يضاف عليه. هذا الكلام مش صحيح الدكتور. بالنسبة لحليب المؤن، حليب المؤن كامل الدسم تمام، ولكن إذا أنا كنت مضطر أنه أنا أشرب حليب مؤن أنه أنا بدي أقلل منه بس مش أكتر. يعني سماح تحيا غزة أرض المجوى. طبعا استيفيا ما في مشكلة، لأنه قد ما بدك عادي، لأنه لن تصل. ها طيب أنا سؤال مهم من مين؟ من هنا. سؤالك حلو هنا. الان منظمه الصحه العالميه والاف دي قال انه احنا
يعني 4 ملي جرام لكل كيلو جرام، يعني كويس بالنسبة للستيفيا. يعني 4 ملي جرام لو واحد وزنه 100 كيلو، يعني 4 في 100 قديش؟ يعني 400 ملي جرام، يعني تقريبا نص جرام. كويس، النص جرام كويس. الآن قلنا كل جرام سكر، كل جرام ستيفيا أحلى من 300 جرام سكر. هل جيت لو أنا أخذت نص جرام ستيفيا يعني أحلى من قديش؟ أحلى. طب مين فينا بيقدر يتناول 150 جرام سكر؟ مستحيل. تمام، يعني أنا مسموح لي نص جرام يوميا تقريبا، طبعا بما يعادل 150 جرام سكر، ما حد بيقدر ياخده على الإطلاق. يعني لو بدي أخذ لي كيسين ثلاث أكياس ستيفيا قديش فيهم؟ ولا إشي، ولا إشي يعني، ولا إشي. احمد بالعكس انا سعيد جدا، وانا والله العظيم انا يعني بحب الاسئله وبحب كمان المواجهه. ليش؟ لانه هذا علم. وانت عارف يا استاذ احمد، يعني احنا لما بناخذ، وانا كمان بدي اوجه تحيه حقيقه لاخواننا في وزاره الصحه ووزاره الاقتصاد، قديش انا بتغلب. بنقعد في بعض احيان المنتج بنقعد في سنه، يعني في منتج جديد اخذنا عليه ترخيص ثلاث سنين وانا بروح على وزارة الاقتصاد، وبالعكس مزعلان مبسوط، ومبسوط انه في رقابة، ومبسوط انه بشوف الاشي بعيني. يعني احد الاخوة بقول لي يا دكتور انت ليش زعلان؟ انت يا عمي انت بتجيب لنا اشي اول مرة بنعمل في فلسطين، فبنعمل اجتماع وبنشوف، والموضوع مش سهل. فانا يشرفنا انه احنا نكون بالفعل منتجاتنا اول منتجات في فلسطين، يشرفنا، وانه في علينا رقابة شرف إلنا. ليش؟ لأنه اللي بده يمشي صح بده يتعب. لا إحنا بنشتغل تحت السلم، لا شغلنا واضح الحمد لله رب العالمين. وزارة الاقتصاد بتعرف كل كبيرة وصغيرة بالتحاليل بي إلى آخره، بالعكس، وبيقفوا معانا بشكل إيجابي جدا وبرشدونا. الحق يقال، تعملش عند كذا، احنا بنديك مثلا مصانع مرخصة واشتغل ضمن معايير 1-2-3. والمشكلة بالعكس، يعني اللي بده يشتغل صح بده يتعب، بس في الاخر بنام هو مرتاح، لانه على الاقل بالذات جماعة الامور هاي ما فيها مزح، يعني ما فيها مزح. الحمد لله. بتقول هي غالي سعر السيفيا، لو ارخص ممكن شيء. شوف يا تعرفين انه احنا باكيت السيفيا 15 شيكل، أرخص ستيفيا شاقولكم في العالم يعني كسعر، ولكن إحنا علينا أغلى ستيفيا في العالم، من أغلى أنواع الستيفيا هنجي في العالم، ولكن أنا معني فيها كثقافة. أنا مش بربح فيها، يعني أنا بربحش، يعني معروف في علم البزنس ما شاء الله يعني الربح، لكن أنا مبسوط، ولو ما ربحتش بالمرة مبسوط. تمام؟ ليش؟ لأنه نحن نسعى إلى تعزيزها كثقافة. هذه نظريتي بالحياة، وكل واحد طبعا له وجهة نظر. طيب كم رغيف سكر؟ من 12 إلى 15، من 12 يا أستاذ خالد، من 12 إلى 15 ملعقة سكر الرغيف اللي هو البيتا الأبيض. طيب خلاص أنا هيك سأكتفي عن اللايف، وخلينا بس نشوف شوية هيك الدنيا وهي بتمطر. أنا والله كنت طالع، يعني كنت حابب أنه أنا أطلع لايف 5 دقائق يعني بصراحة، لكن خلاص سبحان الله يعني، لكن شوفوا سبحان الله الأجواء الجميلة، الأجواء الممطرة. على أي حال، أتمنى من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم دوام الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والسداد، ونكون جنود مجهولين لهذا الوطن، ويعني يسعد مساكه، وتخبصوش كتير، الشتاء فرصة ذهبية لبضيضة عف. وتحياتنا لكم وإلى اللقاء.